أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. صباح الورد صباح النور، مرحبا بكم في الأفيس بور. حافظ المنتخب الوطني التونسي على صدارته بالمجموعة العاشرة بانتصار على نظيره الليبي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفية كأس الأمم الإفريقية في المباراة اللي جمعتهم يوم أمس بالملعب الأولمبي. حمادي العقربي بيرادس وبادر يوسف المساكني بإمضاء الهدف الأول النصور في دقيقة 12 قبل أن يضيف علي معلول الهدف الثاني في دقيقة 21 من علامة الجزاء، في حين اختتم البديل هيثم اللاجويني شريط الأهداف في دقيقة 86. وبهذه النتيجة ارفع المنتخب التونسي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة أمام غينيا الاستوائية 6 نقاط، ليبيا 3 نقاط وبوتسوانا نقطة. ويلتقي المنتخب التونسي نظيره الليبي مجددا يوم الثلاثاء القادم في ملعب بنغازي لحساب الجولة الرابعة. في المقابل فاز منتخب غينيا الاستوائي على ضيفه البوتسواني 2-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة المجموعة العاشرة بتصفية كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في الكوديفوار. وسجل ساول كوكو الهدف الأول في دقيقة 20 قبل أن يضيف فيديريكو بيكورو الهدف الثاني في دقيقة 66، ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب بوتسوانا عند النقطة الواحدة في المركز الرابع. وتضم المجموعة أيضا منتخب تونس ليبيا اللذين يتواجهان في وقت لاحق يوم الثلاثاء القادم. في الرابطة المحترفة الأولى الدور غدوة الأحد مباريات الجولة الثالثة من مرحلة تفادي نزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، بداية من ماضي ساعة ونصف في ملعب سيدي بوزيد المعشب أولمبيك سيدي بوزيد يواجه الملعب التونسي الحكام أمير العيادي. في ملعب حمام سوسة المعشب الأمل الرياضي بحمام سوسة يواجه مستقبل سليمان تحكيم لأيمن النصري. وفي ملعب 15 أكتوبر ببنزارة النادي البنزرتي يستضيف نجم المتلاوي الحكام نصر الله الجوادي. الدور اليوم السبت وغدوة الأحد مباريات الجولة الرابعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في مالي البرنامج وتعيينات الحكام. الدفعة الأولى اليوم ماضي ساعة ونص المجموعة الثانية ملعب بنعروس سبورتينغ بنعروس يواجه القوف القفص الحكام بديس بن صالح. ملعب خواجة بالمهدي مكرم المهدي يواجه سبورتينغ المكنين تحكيم لأحمد الناس في ملعب 2 مارس. الملعب الصفاقسي يواجه نادي حمام لنف حكم حسين بولعريس. في الملعب المطوية الملعب الجيفسي يواجه هلال مساكن الحكم نضال الطيف. في ملعب جربة حومة السوق جمعية جربة يستضيف القلعة الرياضية حكم مجدي بلاغة. وفي ملعب جرجيس ترجي جرجيس يواجه شبيبة العمران حكم نبيل الهمدي. الدفعة الأخيرة دور نهار الأحد 26 مارس ماضي ساعة ونص المجموعة الأولى في ملعب البلدي بيرادس النجم الرادسي يستقبل مستقبل مرسى الحكام حمزة جعيد. ملعب ود الليل مستقبل ود الليل يستضيف مستقبل جيبس الحكام كريم الخميري. في ملعب قرب النادي القرب يستضيف أولمبيك مدنين تحكيم وسام شريط. ملعب جندوبة جندوبة الرياضي يواجه مال الرقبة الحكام بلال بوزيد. في ملعب بيمبلا نادي البيمبلا يستضيف أمل جرب الحكام وليد المنصري. وأخيرا في ملعب حمد العويني بالقيروان الشبيبة القيروانية تستضيف مستقبل محمدية حكام أسامة رزق الله. من كرة القدم البدل اختصاص كرة الطائرة بطولة القسم الوطني للكرة الطائرة نتائج الجولة الثانية لمجموعة كأس الجامعة لإدارة يوم أمس الأولمبي الإقليبي ينهزم أمام ولدية بوسالم 3-0، اتحاد النقل الصفاقسي ينهزم أمام سعيدية سيدي بوسعيد 3-0. والدور اليوم السبت لقاءات الجولة الثالثة لمجموعة السوبر بلاي أوف ومجموعة تفادي نزول وفق البرنامج التالي. مجموعة السوبر بلاي أوف في قاعة جلال غراب المرسى مستقبل مرسى يواجه نجم الساحلي. في قاعة زواوي ترج الرياضي يواجه النادي الرياضي الصفاقسي. ومجموعة تفادي نزول في قاعة حمام الغزاز فتح حمام الغزاز يستضيف نادي حمام لنف. وفي قاعة البجاوب الصفاقس جامعة اتحاد النقل الصفاقسي يواجه اتحاد قرطاجة. في الرياضة العالمية في تصفية المؤهل اليورو 2024 تلعبوا البارح مجموعة من المباريات أسفرت النتائج. تشيك يفوز على بولندا 3-1، مالدوفا يتعادل مع جزر الفراو 1-1، صربيا يفوز على ليتوانيا 2-0، السويد ينهزم من بلجيكا 3-0، النمسا يفوز على أذربيجان 4-1، جبل طارق ينهزم من مليونين 3-0، وفرنسا تفوز على هولندا 4-0. نختم نشرتنا الرياضية معلومة صحية. تعمل ممارسة الرياضة في رمضان على زيادة كفاءة الجهاز العضلي تخليص الجسم من الشحوم والمحافظة على وزن الجسم بعد الأكلات الرمضانية الدسمة والغنية بالدهون والسكريات. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية. أجمل تحية عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة FM. لايف سبورت أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM.